دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. دعاء أول جمعة في شهر رمضان المبارك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. وأغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك استعين. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستغفر الله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر للمسلمين جميعا، الأحياء منهم والأموات، وادخلهم جناتك وأعزهم من عذابك، ولك الحمد. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وشفيعنا يوم الدين، نبي الرحمة والمغفرة، النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.